خلاني اطلع من الاوائل. كان في منافسه بيني وبين مجموعه من الزملاء، كنت بذاكر علشان اطلع من الاوائل، فكان في تحدي بيني وبينهم، ووالدي ووالدتي تعبوا معايا قوي جدا في البيت، والحمد لله طلعت من الاوائل. والدي عامل بسيط جدا، كان حلمه ان انا ادخل ثانويه عامه، بس انا ما وافقتش عشان ظروفنا مش هتسمح بدروس ثانويه عامه. قلت له، قعدت معاه وقعدت قلت له يا بابا انا هدخل التعليم الفني وهقدر احقق ثقتي فيه واحقق طموحي، ونفس اللي حققه في ثانويه عامه هحققه في الفندق يمكن اكتر كمان. كان قدامي هدف ان انا اجيب مجموعه، نفسي ادخل الجامعه، فربنا الحمد لله حقق لي حلمي وجبت مجموعه انه يدخلني جامعه ان شاء الله. اكيد طبعا، يعني لقيت اللي انا عملته وتعبت فيه تعبي ما راحش، لقيته في الاخر. انا طلعت اقول على الجمهوريه، دي حاجه ما اتوقعهاش. كل واحد فيهم بيختار طريقه، وهم عارفين الصح، واللي انا ما اتعلمتوش بعمل كل جهدي عشان ولادي. والدي قال انت شرفتيني بين اصحابي. لما اصحابي بيقابلوه في الشارع كده بياخدوه في الحضن يقولوا له بنت الغلبانه هي طلعت الاولى على الجمهوريه. انا حلمي ان انا ابقى دكتوره في كليه تجاره، والحمد لله بفضل ربنا طلعت من الاوائل وهخش كليه تجاره، وهستهدف وهكمل باذن الله في كليه تجاره واطلع من الاوائل وابقى دكتوره في كليه تجاره. انا بقيت فرحان جدا طبعا انا وامها، وحسيت ان انا يعني مجهودي طلع بفايده. انا فرحانه جدا بيها، وما اقدرش اوصف لك فرحتي، لان هي طبعا شرفتني جدا وما ضيعتش تعبي معاها، وربنا يخليها لي.